قاسو كان الدوار أيثمر عيبي بلدية خراطة ولاية بيجاية ناقوس الخطر بسبب اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الصرف الصحي. هذا المشكل طالهم لسنوات عديدة دون أن يجد أذن صغية لدى السلطات المحلية. تولا ثلاثة يانك تسيقوم ده غورنا لكن تسيقوم مش حد الحشيش ده تسيقوم قلاصين اسمه ثدى قبريد الدريان غولاش من باش ده عدين ساعة خام ده قليم ده ذا بريدو دوار وان ديرو حاد ديك انت تسيقوم اشحالي قلن ده ظلمر ده حاشا كتنها اشحال الديستانس غير ثلا ظلمر ده غادي. وحمل سكان عرش أيثمر عيب خراطة كامل المسؤولية إلى مختلف الأطراف، البلدية، مؤسسة الجزائرية للمياه، ومديرية الري بالولاية لإزالة الخطر على 1000 عائلة كانت تستغل هذه المياه الملوثة. جست سيقوم تراجر لبرانش مو إليسيت يدخل من مدن بلكو يدخل من لبرانش مو إليسيت لسينيس مو إليسيت مو غان 2000 أسمي مو غان 2000 مو بور إن سول فامي إن سول فامي إدي برانشي. Donc, vous comprenez, je vais demander à M. Gouali, il faut le problème ailleurs, il faut le résoudre avant que ce soit trop tard. Mais là, le rachet, pour les syndicats, c'est un danger, le rentrer au droit complet. C'est un danger, le rentrer même la commune. Allez, belle que, il y a une centaine de familles qui sont sur le soleil. دونك نكون نشوف فيها كاين هذا الحل ام لا سينيسمون نورمالمون في راس الحل تنكس كومبليتمون السيناريو يا ديرين بالك واحد 3 ميزون يدي ولي دي ساعدين اكوتي. أزمة العطش التي طالت هؤلاء السكان في فصل الصيف ازدادت تعقيدا هذه الأيام الحارة بالرغم أن المجلس الشعبي البلدي وعد بتسوية هذا المشكل حين حصوله على الدعم المالي.